أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذه الآية نزلت في الكافرين أعداء الله عز وجل الذين قال الله عنهم ويوم ينشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فأعداء الله وهم الكفار وهم أعداء للمسلمين أيضا، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم الحق. وقال عز وجل والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فأعداء الله تعالى أعداء لكل عباده المؤمنين في كل زمان ومكان. فالله تعالى يذكر عباده بهذه الحال العظيمة حتى يكون من أولياء الله ويبتعد عن عداء الله عز وجل وعن أعدائه أيضا. يقول عز وجل ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، أي يساقون إليها ويحبس أولهم على آخرهم، يساقون إلى جهنم وردا والعياذ بالله. فإذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم. يقول حتى إذا ما جاءوها، ما هذه زائدة للتوكيد، وكلما جاءت ماء بعد إذا فهي زائدة، كما قيل يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة. حتى إذا ما جاءوها، أي إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فيشهد السمع على صاحبه بما سمع من الأقوال المحرمة المنكرة التي استمع إليها صاحبها للسمع وركن إليها وقام بموجبها، وأبصارهم بما شاهدوا من الأمور المنكرة التي أقروها ورضوا بها، وجلودهم بما مسوا، فيشمل كل ما مست أيديهم وأرجلهم وفروجهم من الأمور المنكرة المحرمة تشهد عليهم بكل ما مست. وهذا أعم من السمع والبصر، ولهذا أنكروا على الجلود دون السمع والبصر، فقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. في يوم القيامة يختم على الألسن وتكلم الجوارح، قال الله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فتشهد الجلود بكل ما مست من أمر محرم وكذلك السمع والبصر، وحينئذ لا يبقى للإنسان عذر بل يكون مقرا رام أنفه بما جرى منه من الكفر والمعاصي، نسأل الله العافية. نعم.